ما هما أول ناديين من دولة واحدة التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟ كان سنة 2000، وكان نادي منهم أول مرة يوصل للنهائي، والاتنين مش هقول لك منين. إجابتك ريال مدريد وفالنسيا. أحمد حسن أبهرتني، إجابة صحيحة، برافو عليك. كوفر كان بيدرب فالنسيا وريال مدريد كسبت كام بقى؟ 3-0. أحمد حسن برافو عليك، سؤال ما كانش سهل.